حفل توقيع كتاب من ديوان الشرق شعراء من الشرق المغرب بعد الجيل الأول، نظمته جمعية أصدقاء الشعر بشراكة مع جماعة زيو. هذا اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 بقاعة الاجتماعات بجماعة زيو. حفل التوقيع، حفل توقيع الكتاب قدمته الناقدة المغربية إلهام الصنابي، وحضر فيه ثلة من مثقفي المدينة. كتاب من ديوان الشرق تناول بالدراسة النقدية 14 شاعرين ينتمون إلى الجهة الشرقية في المغرب، وهي مقالات تم جمعها في هذا الكتاب. إذن سعيد بأن أقدم هذا الكتاب للجمهور زيو، وأحيي كل من حضر وكل من تابع، والتحية للموقع الإلكتروني الإعلامي وطاقمه زيو سيتي. معكم إلهام الصنابي، أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي، باحثة وفي الأدب والنقد. هذه الأمسية هذه كان هناك نقاش حول كتاب الباحث والناقد والشاعر أيضا سي زبير خياط بعنوان من ديوان الشرق. هو عبارة عن كتاب يتضمن مجموعة من المقالات النقدية التي تناولها الباحث بالدراسة والتحليل استجابة لمجموعة من السياقات، سواء كان الأمر يتعلق بندوات أو لقاء ثقافية أو النشر في بعض المنابر الثقافية كالجرائد أو المجلات. بالنسبة لهذا الكتاب النقدي، في الحقيقة هو كتاب يشتمل على مجموعة من الأسماء التي بصمت في تجربة شعر الشرق عموما كما قال الباحث في كتابه. وقد حاولت من خلال الورقة التي قدمتها أن أقف عند بعض المحددات، خصوصا محددة العتبات، العتبات الخارجية كالعنوان، ثم لوحة الغلاف، ثم العتبة الداخلية الأولى التي هي المقدمة، والتي كانت مقدمة مركزة في الحقيقة، اشتملت على مجموعة من العناصر والخصائص التي بين من خلالها الباحث الأسباب التي جعلته يقدم هذه الدراسات حتى يقدمها للقارئ في إطار بحث أكاديمي يمكن أن يستفيد منه. وهذه الأسماء الشعرية التي تناولها الشاعر استجابت لظروف فنية وخصائص شعرية كقصيدة النصر، قصيدة التفعيلة، كالقصيدة العمودية. إذن كل التوفيق للشاعر والباحث زبير خياط، وشكرا لموقع زيو سيتي. شكرا لكم. جمال أزراغيد، شاعر من الناظور، من بين الأسماء المتضمنة في الكتاب هذا الذي نشهد اليوم حفل توقيعه، والذي أصدره الشاعر والناقد الزبير الخياط. هذا الحفل الذي تم فيه توقيع الكتاب والذي قدمته الناقدة الأستاذة الدكتورة إلهام الصنابي، التي عرجت على مجموعة من الأفكار ومجموعة من التساؤلات التي يتضمنها الكتاب، و كذلك حول مجموعة من الشعراء الجهة الذي يبلغ عددهم 14 شاعرا. وقد كانت طبعا كانت الدراسة النقدية مهمة، إذ استطاع الناقد زبير خياط أن يصل ويتوقف عند مجموعة من أسماء لدراسة تجاربهم الفنية المتنوعة والمختلفة التي تتوزع ما بين الشعر التقليدي والتفعيلي وقصيدة النثر. وهكذا استطاع أن يلم بهذه التجارب وأن يقف إليها عندها من ناحية الفنية ومن ناحية الشكلية، من أجل إبراز مميزات هذه التجارب في الجهات الشرقية التي نعتز بالانتماء إليها. إذن حفل توقيع كان ناجحاً بامتياز، نظرا لحضور جمهور قارئ ومحب لتجربة هذا الناقد وهذا الشاعر أبناء زيو، الذي نحييهم على هذا الحضور الجميل والمدعم لهذه التجربة النقدية والشعرية بالمدينة وبجهة أيضا. وشكرا لكم. شكرا زيو سيتي على هذه المواكبة الإعلامية، وشكرا الأخ محمد البقولي. نحن اليوم في صدد توقيع كتاب الشاعر زبير خياط من ديوان الشرق. هذا الديوان الذي عفوا هذا الكتاب الذي أصدره الزبير خياط مؤخرا
سبق له توقيع بمعرض دولي للكتاب بالرباط، ما يوقعه اليوم بمدينة زيو، وسيوقعه إن شاء الله يوم غد بوجدة. هذا الحفل الذي تنظمه جمعية أصدقاء الشعر بشراكة مع جماعة زيو عرف مداخلة من الأستاذة الدكتورة الناقدة إلهام الصنابي، ومداخلة أخيرة للأستاذ الشاعر الزبير خياط، كما عرف مداخلات من الإخوة الذين حضروا ولبوا الدعوة. إذن هذا كل ما في الأمر. نشكركم مرة أخرى على هذه المواكبة، وشكرا جزيلا.